السلام عليكم، ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حلقتنا بتتكلم عن ازاي نحافظ على الموارد اللي حوالينا، سواء المياه او الكهرباء. تعالوا كده نشوف ايه هي الافكار اللي ممكن نعملها، او الخطوات او السلوكيات اللي المفروض نخلي بالنا واحنا بنتعامل مع الكهرباء او المياه عشان نحافظ عليهم، لان هما مهمين جدا جدا لينا. يعني اي واحد فينا لو الكهرباء قطعت عنده بيبقى متضايق جدا، ولو المياه قطعت بيبقى متضايق اكتر. هما الاثنين مهمين، فعشان نحافظ يعني او نلاقيهم موجودين على طول لازم 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 نحافظ عليهم. تعالوا كده نشوف خطتي للحفاظ على نظافة المياه. دي الخطة بتاعتي، انا هعمل خطة كده النهاردة وانتوا هتعملوا خطة انتوا كمان. اول حاجة هعمل ايه؟ لا ترمي النفايات في النهر، ما نرميش اي نفايات او كمامة في النهر خالص. النهر ده احنا اصلا بنشرب منه، يعني المياه اللي بتجيلنا في الحنفيات بعد كده بتيجي منه بعد ما بينضفوها، فاحنا بنرمي فيها كمامة نجيب لنفسنا امراض اكتر. مش منطقي يعني بصراحة ان احنا نعمل كده. ترمي النفايات في ايه بقى؟ في المرحاض. يعني ما نرميش النفايات في المرحاض لان دي بتسد المصارف، وطبعا ده بيأذينا في عملية طبعا الصرف الصحي بعد كده، وبيضرنا وممكن يجيب لنا امراض كتير. طيب ايه تاني؟ هنشارك الاصدقاء في تنظيف شواطئ النهر من الكمامة. يعني لو الشط بتاع النهر اللي احنا بنشرب منه مية برضو فيه كمامة، احاول انا واصحابي نتفق مع بعض على ايام معينة نروح ننضفه من وقت للايه للتاني، ونحافظ على نظافته على طول. طيب ايه تاني؟ هنتجنب بقى القاء الشحوم او المواد الكيميائيه في مصرف حوض المياه او المطبخ بتاعي. طب ايه الهدف من ده؟ نفس الكلام، الزيوت والشحوم دي بتيجي في لحظه من اللحظات بتسد المصارف، والمصارف دي لما بتتسد بتاذينا فيما بعد في عمليات الصرف الصحي. دلوقتي عايزين بقى نحل مع بعض نشاط، ركز كده معايا. ضع علامه صح على التعليمات الخاصه بالحفاظ على المياه. لا ترمي النفايات في النهر تعتبر من تعليمات الحفاظ على المياه ولا لا؟ برافو عليك شطور، نعمل عليها صح. لا ترمي النفايات في المرحاض برضو تعتبر من التعليمات اللي احنا المفروض نخلي بالنا منها لما نحب نحافظ على المية، يبقى برضو صح. لكن احرص على تناول طعام صحي، يعني ان انا اكل اكل صحي ده ملوش علاقة بالحفاظ على المية، ده انا بحافظ على صحتي انا. هنشارك الاصدقاء في تنظيف شواطئ النهر، طبعا دي من ضمن طبعا التعليمات اللي لازم نخلي بالنا منها كلنا. تدرب مرتين في الاسبوع، دي ملهاش علاقه بالحفاظ على نظافه المياه لكن لها علاقه بالحفاظ على صحتي انا. لكن تجنب القاء الشحوم او الكيماويات في مصرف حوض المطبخ دي من ضمن التعليمات اللي لازم نخلي بالنا منها عشان نحافظ على المياه. اول سؤال بيقول ده علامه صح امام سلوك ترشيد الماء داخل الدائره. تعال نشوف، عايزين نركز قوي 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 في الصورة. بص كده وركز جامد وقول لي اني واحد في الولاد دول اشطر، الولد اللي على اليمين ولا الولد اللي على الشمال، الولد اللي فاتح الحنفية وهو بيغسل سنانه ولا اللي قافل الحنفية وهو بيغسل سنانه، مين فيهم بيحافظ على المية اكتر؟ برافو عليكم، طبعا الولد ده شطور جدا 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 علشان خاطر بيحافظ على المية وهو بيغسل سنانه وقافل الحنفية، مش هنرمي مية في الارض كده حرام. يبقى هو الولد ده الشطور، هنعمل عنده صح. الولد ده طبعا كده بيعمل حاجة غلط جدا والمفروض كلنا ما نعملش زيه. تعالوا كده نكمل. شايفين الولد وباباه بيساعدوا بعض كده وبيغسلوا الايه العربيه هنا، وهنا برضو في واحد تاني برضو بيغسل العربيه، مفيش مشكله نغسلها. لكن هنا ماسك ميه كتير وعمال مغرق الدنيا، لكن هما هنا جايبين جردل صغير بيستخدموا الميه على قد الحاجه. يبقى مين فيهم بيرشط اكتر او بيقلل استهلاك الميه؟ هيكون طبعا الولد وباباه الشطار دول، برافو عليهم. طيب في عندي برضو هنا ولد المفروض ان هو يعني بيستحم حوض المية، وفي هنا بقى عمال مغرقين الدنيا مية، مين فيهم بيرشد اكتر؟ يعني هو ملى الحوض وخلاص والدنيا تبقى كويسة بعد كده، لكن هنا بقى عمال بيلعبوا بالمية وبيغرقوا الدنيا وعمالة تمشي وتروح، ده كده بيرشد الاستهلاك ولا لأ؟ طيب خلينا نشوف مين فيهم الشاطر، الولد اللي على اليمين ولا اللي على الشمال؟ اكيد الولد اللي على اليمين هو الشطور، برافو عليكم. نشوف اللي بعدها. لما تكون في مشكلة في الصنابير أو الحنفية بتاعتنا فيها مشكلة، نسيبها ولا نجيب حد يصلحها؟ نسيبها تغرق الدنيا كده ولا نجيب حد يصلحها؟ نجيب السباك يصلحها؟ لازم نجيب بسرعة السباك يصلحها عشان نحافظ على المية من الإيه؟ من إن هي تهدر يعني وتترمي كده بالشكل ده. يبقى طبعا لازم نجيب حد يصلحها وما نسيبهاش كده. طيب تعالوا نشوف مع بعض تاني، لما نيجي نسقي الزرع أو نرويه نستخدم مية كتير قوي كده ولا نستخدم مية بشكل معقول؟ نستخدم طبعا المية بشكل معقول. عايزة اقول لكم دلوقتي حتى في المزارع الكبيرة بيستخدموا بدايل، في حاجة اسمها الري بالتنقيط، يعني بيحطوا نقط بسيطة جدا من المية للزرع او الرش البسيط جدا عشان يقللوا استهلاك المية ايه اثناء الزراعة. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة السكولة. اشوفكم على خير.